الله يرضى عليه ويكرمه ويهني يا رب، قد ما هو هني وما شاء الله عنه. لو أكتب مش صفحة ولا صفحات ولا كتب ما بوفيه حقه من عباداته ولا من طاعته ولا من بر لوالديه ولا لجميع أهله، لأخواته لعماته لجميع من يعرفه. الله عز وجل يهني زي ما هناني، وربي يرضى عليه. حتى قبل ما إنه يستشهد بيوم، مساء حضر للبيت وأحضر لي عنب وشمامة وفواكه تانية، وقال لي بدي تاكلي منهم تستطعمي فيهم. أنا جبتهم بدي، قلت له اسمع إذا بدك أقبلهم بدي أشرب أنا وياك قهوة، أنا ما بشرب قهوة بس بدي أشرب معك. قال لي أنا راجع في علي شوية دين للسيارة، بدي أروح أسدسدها، قطع سيارة كانت متوقفة معه، وبرجع عليكي. لحقته للباب طبعا أودعه وقال له الله معك اللي بقول لي تردي علي وادعي لي. خرج من الباب ورد رجع قال لي أمي، ورفع راسه لفوق قال لي أمي اردي علي، تردي علي ماما ادعي لي. والحمد لله رب العالمين الذي أكرمني، وهو زي ما أكرمني إن شاء الله الله يكرمه بجنان نعيم عنيته يعطيه يا رب العالمين. هو هني الله يهني، الله عز وجل يكرمني يا رب. قد ما ربنا كاتب العمر إني أحط أولاده بقلبي وأحاول البر اللي برني إياه دير بالي على أولاده. يعني سبحان الله جاء ثلاث بنات وولدين، ما شفته سعيد قد هاي البنت، محتفي فيها يحملها يدللها. قلت له ماما يعني لسه مش سن انها تحكي معك، او قال لي بدي اخليها تحكي، حافظينها عن ظهر قلب. الشهاده وكرامات الشهيد ومنازل الشهيد ومنزله ام الشهيد ومنزله زوجه الشهيد وخوات الشهيد وابناء الشهيد في رعايه رب العالمين في معيه رب العالمين. وكنت دائما اذكرهم اقول لهم والله الا يتربوا على عين الله. عمرنا ما ميزنا لا بيت فتح ولا بيت حماس ولا بيت جهاد ولا بيت جبهه ولا بيت ديمقراطيه، الا على بيوت كلها نفوت ونهنيهم ونبارك لهم ونثبتهم ونصبرهم ونقول لهم هذا اللي بده يسكن في الارض المقدسه بده يدفع الثمن، ضريبتها غاليه. إذا بدكم جنة الثمن غالي، الجنة غالية جدا، ما هي النفوس الجنة. فالحمد لله رب العالمين، إن شاء الله يعني هذا العمل يشهد لنا وهاي الخطوات. أنا سبحان الله كنت كل ما أصلي أقول يا رب عافني في ذهابي وعافني في إيابي، حتى إني أضل أمشي الحمد لله، أول ما ابتليت لبجري الحمد لله، الحمد لله رب العالمين.